أدى انهيار صخري في مديرية الرجم محافظة المحويت إلى تدمير العشرات من أعمدة الكهرباء وقطع الطريق وتضرر عدد من منازل المواطنين. رعب من نوع آخر عايشه أهالي منطقة علهان في مديرية الرجم محافظة المحويت جراء انهيار صخري مفاجئ، حيث دمر الانهيار كنبات الكهرباء والمدرجات الزراعية وألحق أضرارا في منازل المواطنين وقطع الطريق الفرعي إلى قريتهم. عشت من الصواريخ ومن القنابل كما تلاحظوا، اعدمت يعني مشروع الكهرباء، تضررت المنازل المجاورة يعني تشققت، الأراضي الزراعية يعني هدمتها، يعني الناس الآن يعني في حالة يعني في حالة فزع وهلع، لأن بقية صخور يعني مطلة على القرية يخشوا الناس يعني من تساقطها. تحدث الرعب وأتلف كثيرا من الأراضي الزراعية وأتلف مشروع الكهرباء كما تشاهدونه أمامكم، وخسائر مادية في بعض المنازل وبعض الممتلكات. المواطنون بادروا إلى فتح الطريق بإمكانياتهم البسيطة ويحمدون الله الذي لطف بهم، إذ لا توجد أي خسائر بشرية، ويناشدون الجهات المختصة لمساعدتهم على تفادي انهيار صخري وشيق قد يحدث. قطع الكهرباء، الخطوط الضغط العالي والضغط المنخفض، وكذلك انقطاع الطريق، والمواطنين تعاونوا على فتح الطريق وبزها من الطريق بجهودهم، وتضرر هناك منازل مشققة، ولا زال أهم وأخطر من هذا كله أن لا زالت باقي صخور يعني نازلة ومهتتة بالانزلاق، يعني أكثر مما هو هذه نزل. هذا الانهيار يعد تحذيرا مسبقا، فهناك انهيارات قد تحدث في أي وقت، فالكتل الصخرية تعلو المنطقة، ورغم وضع دراسة لتفتيت تلك الصخور من الجهات المختصة إلا أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة، ما يجعل سكان المنطقة في انتظار موت محقق في حال تجاهل نداءاتهم ومناشداتهم للجهات الرسمية. عارف شماع، قناة اليمن اليوم، محافظة المحويت. دفعة